فهلا انا بدي حكيت راح اسوي نص الوصفه اللي حاطط لك اياها. لا نص كيلو بنص كيلو راح استعمل تقريبا 250 جرام طحين اسمر، 250 جرام طحين ابيض. المفروض يطلع عندي هلا على السكرين 500 جرام الا شوي طلعوا. في عندي هون كمان شويه طحين راح احطهم نكملها على 500، هيك 500 بالضبط. ممتاز تمام. هلا خلصنا من موضوع الوزن. 4 جرام خميره، فهون اللي استعملتها الخميره الفوريه الموجوده دائما بالمحلات يوجولي بيجي وزن كيس 10 جرام. راح احط معلقه سكر وراح احط تقريبا نص معلقه صغيره ملح. كميه الملح بالعجين ايام تبتل الخميره. زيت زيتون تقريبا راح احط هون ربع كوب. زيت الزيتون مهم ابو زوزه، لطيف جدا ومع المناقيش طلع زي العسل. ممتاز ممتاز جدا يعني. طيب راح احط على الكميه هاي، طلع معي بالضبط بدها كوب وربع معياري تقريبا. اخذت معي كوب وربع اكواب معياريه فلا تعجن راحتها. طيب امورها ممتازه، قعدت معي 5 دقائق تقريبا بالعجينه. امورها طيبه، امورها 100%. هاي عجينتي بدي اياها هيك تكون شاده، شوفوا ما احلاها وماسكه على بعض. زيت زيتون امسكها هيك مكعبلها منيح، نزلت على وجهها اول شيء من زيته، بعديها بنحطها هيك. فراح اغطيها هيك. اجيب لك الليبل هذا. ايوه سلم هديات، فهمني ابو الزوز عالطاير. طبعا لما تتضاعف الحجم نعرف انه مره ممتازه. 120 جرام. بتحس مرات الشباب لما يقولوا لنا 5 دقائق بهدد فيك صح؟ خمس دقائق، خمس دقائق بيختفي بعدين. بعديها بلمها كلها على بعض بهذا الشكل، ومن تحت بقرصها على بعض عشان اتاكد انه ما فيها هواء وكلها لمت على بعض 100%. عندي هون شيء اسمه كورن ميل او طحين الذره. اوكي طحين ذره الناعم، وفي الخشن عم بستعمل هون الناعم. هذا راح يضمن لي انه يكون عندي العجين تبعتي مقحمشه لما اشويها. راح امسكها انزلها فيها بهذا الشكل وراح احطها بالجاط عندي هون. هاي هذول كنت عاملهم كرات وتاركهم يتخمروا كمان مره. اوكي سو بعد ما تعمل الطبات بتخمرهم كمان مره. اي حركه بتعملها اول ست ساعتين بعدين هاي عادي نص ساعه خلص نص ساعة. الخميره شغاله عندك اللي هي زي ما حكينا طحين الذره عشان ناخذ قرشه شوبك. بس كنت اسالك شو بتسميه؟ شوبك، مرق شوبك. زمان ما رحت على الشوبك. شوبك جميله جدا طبعا، اذكى تفاح بالعالم الشوبك. حاولوا تخلوها دائريه قد ما تقدروا. بنحط فيه كميه زعتر وكميه زيت زيتون، يعني بدي اياها شوي سائله ما بدي اياها كثير ماسكه، واديره على العجين عندي هون بهذا الشكل. طبعا راح منغطيها منيح، واذا بدك بس نرجع من الفاصل بنشويها على الغاز. تمام، ندخل الزعتر بالعجين، يعني نشده على الزعتر بالعجين وهيك اضبط لنا اياها يا صدام. ابشر. يلا هلا راح امسك هاي ونحطها بالمقلق. يا سلام، عادي لو انخزقت المزعت اللي بدكم اياه طبعا ما بفرقش بالاخر حتفرد. بس انا ازعل عليها العجين راح اوطيها شوي. والله انت الفخم يا صدام. والله حبيبي ابو الزوز، حبيب القلب. انت بدنا نفرح فيك كذا. بس نفرح فيك. طيب عجلنا طبعا سريعه بياخذش موضوع وقت. بعدين عادي ما في داعي نقلبها من فوق، خلاص الزيت عم بيسطب العجين عندي. اوكي فمش راح نقلبها على وجهها. سامع الصوت؟ عم ايش الصوت؟ ولا طيب هلا بس علي هلا حط لك لبنه. ساوند افكتس خليك هذه هيك، وراح احط عليها شويه ورق نعنع. بدكم جرجير برضه خس برضه بيزبط، بس بحب طعم النعنع مع الزعتر. راح احط معها بتعرف اليوم إيش؟ شغله وهو بجوز شيء اللي راح احكيه مش كثير عميق ولكن ايش حلو. ولا عمري رضيت اكل سندويشه فيها نعناع، بس قلت يا ولد اسكت
جد والله. خلي صدام يعملها زي ما هو حابب. بس كيف طلعت؟ اختلف رايي انه لطيفه جدا. زاكي كثير نعناع. ابدا ما عندي مشكله من اليوم ستارتنج تدي انه اكل شيء في سندويش فيها نعناع رو يعني. هاي عندك هون مخلل اللفت قطعته. سماق ما حطيت اللي منها هيك. سماق بلدي. سماق. هاي هيك نسكر لك اياها سيدي. صحتين وعافيه. سي سمير هلا لازم تنزل تاكلها. ابعث لك مندوب. هي هاي نار لسه. ايوه. هاي ازكى سوف افترسها. المخرج طلع علي وشه ممكن تاكلوها بحياتكم. يلا.